اليوم ان شاء الله اشغال ديال المؤتمر الدولي حول تدبير المرافق العموميه المحليه التحديات والرهانات هو مؤتمر دولي لاجاف فراهينيه مهمه لان تدبير المرافق العموميه المحليه كيطرح اشكالات قانونيه وتدبيريه. فالمختبر الدراسات السياسيه والحكمه الترابيه ارتاى ان يشارك في هذا النقاش العمومي حول وسائل التدبير، وكان ذلك باشراك مجموعه من المفكرين والاساتذه مغاربه ودوليين اتوا من دول افريقيا جنوب الصحراء، دول عربيه، ولاغناء النقاش حول هذا الموضوع المهم. اعلان تدبير المرافق العموميه ربما هو اكثر مشكل يطرح على المدبرين المحليين خصوصا في المدن الكبرى والمتوسطة فيما يتعلق بتدبير مرافق حيوية كتوزيع الماء، الكهرباء، الأسواق الجماعية، النقل إلى غير ذلك من المرافق العمومية. واللي كنلاحظوا بأن الإشكالات اللي طرحت هو التداخل أو تضارب ما هو قانوني وما هو تدبيري، وكذلك الصيغ الجديدة التي وضعها المشرع كشركات متعددة الخدمات، شركة التنمية المحلية إلى غير ذلك. فالنقاش يعني كيمشي في مجموعة من المحاور، وكذلك من بين المحاور التي نناقشها في هذا المؤتمر هو التجارب الدولية الناجحة والغير الناجحة ربما لاستخلاص العبار، وكذلك استشراف مجموعة من الإجراءات اللي يمكن ناخذوها لتدبير هذه المرافق العمومية المحلية. بداية نشكر جميع الحاضرين والمشاركين في هذا المؤتمر الدولي حول تدبير المرافق العمومية المحلية، الإكراهات والرهانات. هذا الموضوع أكيد أن له مجموعة من السياقات ومجموعة من الرهانات تندرج بشكل أساس فيما تصبو إليه الترسانة القانونية والتنظيمية المنظمة للمرافق العمومية، وخاصة في الشق الدستوري المتعلق بتلك المبادئ والهيئات الدستورية التي تعنى بقضايا حكمة المرافق العمومية المحلية وأيضا الترابية. لذلك كان هذا المؤتمر كان كأرضية مهمة لأجل مشاركة الباحثين والأساتذة والمهتمين والمتخصصين من المغرب وخارج المغرب، حيث توج هذا المؤتمر بإخراج مؤلف يضم مقالات المشاركين في هذه التظاهرة الدولية، وخلصنا بالكثير من الخلاصات المهمة ترتبط بشكل أساسي بضرورة إخراج ميثاق يوضح بشكل دقيق كيفية تنزيل مبادئ تدبير المرافق العمومية، وأيضا ببعض الخلاصات حول الشركات الجهوية لتدبير المرافق أيضا، خاصة مرافق الماء والكهرباء، ثم أيضا بعض التوصيات المتعلقة بتجويد النصوص القانونية المتعلقة بالرقابة على هذه المرافق، وأيضا توصية متعلقة بتنزيل توصيات وتقارير الهيئات الحكمة المعنية بقضايا المرافق العام كتوصيات المجلس الأعلى للحسابات ومجلس الجوي للحسابات، وأيضا الهيئات الدستورية كالهيئة الوطنية للنزاهة ومكافحة الرشوة ومحاربتها، وأيضا مؤسسات الوسائط. أكيد أن الجميع يعلم بأن لدينا مجموعة من المؤسسات الدستورية الهامة الواردة في الباب 12 من الوثيقة الدستورية، وتشتغل بشكل حثيث وفعال لأجل القيام بالكثير من الأدوار المنوطة بها، ومن ضمنها الأدوار المتعلقة بالجويد المرفق العمومي وأيضا المرفق العمومي الترابي. هذا المؤتمر الدولي يعني عرف حضورا وازنا من مجموع مختلف الكليات المغربية، بالإضافة إلى متدخلين من دول خارج المغرب، دول إفريقية، نتحدث عن الكاميرون، عن مالي، دول عربية، السعودية، سلطنة عمان. هذا المؤتمر عرف أو تم التطرق فيه إلى أربع محاور كبرى، نتحدث على الإطار العام لتدبير المرافق العمومية المحلية وتعزيز الحكامة، التجارب المحلية والدولية في تدبير المرافق العمومية المحلية، بالإضافة إلى آليات ووسائل تدبير المرافق العمومية المحلية، وكذا تدبير المرافق العمومية المحلية القطاعية. هذا المؤتمر من المتوقع أن يخرج بتوصيات ومقترحات عديدة لتجويد الفعل العمومي على مستوى المرافق
العمومية المحلية، وذلك بالاستفادة من تجارب دول أخرى كما قلت، سواء تعلق الأمر بدول إفريقية أو دول عربية، وكذلك استفادة المتبادلة، يعني نقل التجربة المغربية في تسيير المرافق العمومية المحلية إلى هذه الدول لما يتمتع فيه به المغرب من جودة في تسييرها، وكذلك من حكامة وحكامة جيدة في هذا الباب.